شكله موجود؟ ايه 10 دقايق بيوصل، اخذ موعد ما؟ لا والله ماني اخذ موعد، هلا بلش ينقز علي ما عاد فيني اتحمل. يعني بدي اعتذر منك، في مرضى كثير وفي اخذي مواعيد يعني كمان. اذا بتريدي حبابي لو سمحتي شو والله. شو عم شو مو هيك؟ حقك على راسي والله ما عم بقدر. هلا بيجي الدكتور طول بالك، تفضل. طيب ما عندك شي حبة مسكن بس؟ لا بشوفني. بعد تفضلي تفضلي. شو ما ضل حدا؟ خلصوا دكتور. شو صار موبايلي؟ ما في غيره، هادي اجى اول شيء، هو ولطشه. بدك تديري بالك على كل الاحوال، كترانية الحرامية بهالبلد هاليومين ثلاثة. دكتور قلت لك مبين عليه ابن عانة مو بحاجة. بسيطة الفنية، الله بيعوضك، قفلي العيادة منيح ولا تنسي تطفي الأضوية، امبارحة كنتي نسيانتي اليوم. الحمد لله. خاطر. الله معك. الو لك شو؟ ما عندك كاشة؟ هذا رقمك. حولت لك وحدات على فكرة. يا ندل يا حرامي، خليك بأرضك لبلغ عنك الشرطة. عم بستناكي، ما عندي شيء. على فكرة أنت واحد بلا أخلاق وكثير حقير. وأنت ضرب أخو أخته. في صورة هي اللي بالروب الأحمر الطويل، يا محمد ما أحلاها. مفكر حالك رح تضحك علي؟ موبايل عليك كلمة سر؟ فكيتها. وحياة الشرط الأبيض القصير فكيتها. بالمناسبة هذا رفيقك السائل اللي بضل حاط إيده على كتفك مو لابق لك. بس في هاي البنت اللي كل صورك معها كمان ضرب أخو أخته. أختك هيمو في إلها صورة طالعة من الحمام ثلاثة أربع صدرة مبينة. صحيح هذا صدرها سيليكون ولا طبيعي؟ مشان الله قديش بدك مصاري بعطيك؟ لازم نخبر الشرطة. شو أنت؟ عشان يخبروا البابا وقتها لا انا ولا انت بنطلع عايشين من المخفر. ما كان لازم تتركي هاي الصور على موبايلك. عمار من الاول قلت لك بلا نصايح، بلا ما تطلع الفش كله فيك. عندك شيء مفيد قوله، ما عندك اسكت. خلاص شبك شو صار لي؟ طولي بالك. شو رايك نخبر فاطمة؟ فاتنة؟ أنت بتعرف أنا بحسب حساب لفاتنة أكتر من البابا. بعدين شو بتكون ردة فعلها لما خبرها هيك خبرية؟ يوم عرسها لك اي ساعة بدي اشوفه؟ لا انا انتري تليفون. انا هقومي لوصلك يلا. هي هيك طلع معك؟ بدك روح شوفه؟ بدك تشوفيه وتسجلي له كل الكلام اللي بيقوله بدون ما يحس. انا رح ضل حواليكي لا تخافي. اذا اضطريتي حاكيني على رقم ياسر. طمنتني على فكرة، هلا حسيت بالامان. فان دام حبيبي حيضل حوالي. طفى مو وقت مسخرتك هلا هو. تعملي مثل ما عم قلك وبس. عم تفهمي؟ كيف بدك يعني روح شوفه؟ بدك يعمل شو؟ اولا ما بترضي تشوفي غير بمكان عام، يفضل بالطريق. ثاني شيء هذا ما راح يوقف ابتزاز لحتى يكون عندنا شغله بالدينو مستمسك يعني، عم تفهمي؟ طيب حطي عينك بعيني. بتثقي فيني ولا لا؟ بتثقي فيني ولا لا؟ على حدك ما رح خلي شي بالعالم يأذيكي. بالمطبخ.
لا هيك ما بيمشي الحال. بدك تشوفني بتشوفني بالحاره اللي جنب العياده. جيب معك الموبايل. هلا تقلي بعد ساعة الحارة اللي جنب العيادة مثل ما اتفقنا. عمار بحياة امك رح تكون مو؟ خلص خلص طيب. صفاء ليكم ليكم والله العظيم برافو عليك. يعني انت مو بس طرب شاطره كمان. انا ما تدبر معي غير 40,000 خدهم. شو الحركات هي؟ كثير تراديشنال يعني قديمه ومو علي. المهم نرجع لموضوعنا. قديش هدول؟ 40. سكي شو رايك تاخذي فوقهم 400,000 حق فنجان قهوه بس عندي بالبيت؟ مشان الله اعتقني تركني بحالي. ما عندك اخوات بنات؟ بلا. ترضى يصير فيهم هيك؟ ب 400,000 بروح انا وامي وابي واخواتي. يا الله اعطيني الموبايل مشان الله كرمال النبي. يعني انا بس شفت الصور دخت. بدي دوق. اذا مرتي تروح معك؟ بكره من الصبح كل صورك على الفيسبوك ولحقي على شيرات وكومنتات وهاشتاجات مو بس انت. انت واختك ام السنين. واحد حقير. وين عم تزعج فيك يا عبد يا ابن الحرام؟ رجع 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 لين روميو؟ شو بدك تعوصنا كلنا؟ الا ما ينفذ واحد يروح يخبر الشرطه. لا حبيبي مو هيك السيناريو. السيناريو انه هاي القطه استدرجتني لهون لحتى تشلحني مصاريه وجابتكم معها وانا دافعت عن حالي. اذا مرتي تروح معها؟ بكره من الصبح كل صورك على الفيسبوك ولحقي على شيرات وكومنتات وهاشتاجات مو بس انت. انت بس اسمع الشرطة هالحكي شو بده يصير؟ صوت وصورة وحياتك كله تسجل عندي. هات الموبايل يا ندل. موبايلي انا كمان. طيب طولوا بالكم. يا سروح جيب الشرطة. تعال 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 خلص تعال. شو بدكم؟ طرق الهوى تكلمت.